أولاً، أعتقد بأنه من الطيب دوماً أن يكون هناك زيارات من وفد الكونغرس إلى العراق أو إلى أي دولة يتواجد فيها الجنود في هذا الوقت من العام. كانت إجازة عيد الثانكسجيفينغ وهي عطلة مهمة جدا للجنود في العراق ليعرفوا بأن القيادة الكونغرس تهتم لأمرهم وبأنهم قد تخلوا عن إجازتهم الخاصة للثانكسجيفينغ لزيارتهم. ولكن الأمر الذي تتحدث عنه، هناك اتفاقية إطار استراتيجي مع العراق تغطي كافة الأمور الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية التي نعمل فيها بمعية العراقيين. فنعم، أعتقد بأن هذه كانت رسالة واضحة من الكونغرس الأمريكي إلى إيران بأننا لن نجلس مكتوفي الأيدي ونسمح بهذه الهجومات على كردستان دون إرسال هذه الرسالة. فنعم، أنا أؤمن بأن هذا كان الغرض، ليس فقط عن طريق الديمقراطيين في الكونغرس، ولكن أيضا بالرسالة التي كتبت إلى وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكي عن طريق الجمهوريين ومايك وولتس مثلا، والذي قد حارب في العراق سابقا بنفسه. فسرني أن أرى الكونغرس بأنه يرسل بهذه الإشارة إلى العراق وإلى كردستان بأننا نفهم التحديات وبأننا ننصت إلى المطالب وأننا نناقش هذا الأمر ونقرر ما الذي سنفعله لاحقاً.